سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركه الله. صلوا على النبي وسلموا تسليمه. اليوم حنشارك معكم ماشي وصفه، يعني واحد تدبيره مالفن نديرها، واليوم حنبارطاجيها معكم لعل وعسى تستفادوا وانا ندي دعاوي الخير على بركه الله. حندير معكم كيفيه تخزين او الفواكه الموسمية. كيفاش نخزنوا الفواكه الموسمية؟ نقدر نقولوا حنخدموا لي كومبوت، نقدر نقولوا حنخدموا لي كومبوت ونخبوا تخزين الفواكه لمدة عام بدون مواد حافظة، اصطناعية. تقعد لنا نزينوا بها الكيكات، نديروا بها لي تارتيلات في شهر رمضان وفي المناسبات الأخرى. نعطوها كذلك لي بيبي، ولادنا كيكونوا دي بيبي، شغل دي كومبوت. على بركة الله البنات، عندي فواكه، اي فاكهه عندكم تقدروا تبعوا الطريقه ديالي وتنجح لكم. اباغ الدلاع والبطيخ، هادو هما الحاجات اللي، والفراوله، الحاجات اللي تلقوا الماء. عندي كميه من العنب، عندي الاجاس، عندي الرمان نقيته، عندي شوفوا الحبه تكون كبيره كما راكم تشوفوا، على بالكم بلي الرمان يعني عده انواع. وعندي تفاح، تقدروا تواسوا الخوخ، تقدروا تواسوا اي نوع من الفواكه عندكم ديروها. قلت لكم ابار الدلاع والبطيخ حاجه اللي فيها الماء. هذه هي الفواكه اللي حنخدمها كمرحله اولى. كمرحله ثانيه لازم يكون عندنا علب، علب زجاجيه معقمه. واش معناتها معقمه؟ وصلنا مرحلة تانية، لازم تكون عندنا علب، علب معقمة. واش معناتها علب؟ علب معقمة يعني غليناها وحطيناها في برشون تنشف، وهذه هي راهي ناشفة باش نحافظوا على الفواكه التانية تاعنا. من جهة أخرى البنات، عندي نخدمو السيرو، الشربات نفسها كيما نخدمو تاع الكيكات تاع الجينواز. كاس سكر ما يهمش الكيل، 220 250 مليلتر، المهم كاس سكر يعادلو زوج كيسان ماء نفس الكيلة. كاس سكر، زوج كيسان ماء الحنفية. عندي عصير ليمونة، أنا الليمون كان في كونجيلاتور في المجمد، ها هو عصير الليمونة. وعندي نصف ليمونة نحتاجها أمناك. نحقنو الكاسرونة، أنا هذه الكاسرونة تاعي جدد، ما نديرهمش في الشربات بس في الشربات تكحل الكسارن. عندي هذه تاع الشاف توجو نخليها للشربات. ندير كاس سكر، نفس الكاس، الكأس الأول، ونزيد الكأس الثاني. نزيد البنات عصير ليمونة كاملة، فوالا سباتول صغيرة. نخلط البنات السكر مع الليمون حتى يدوب السكر يتحلل في الماء. نديها للفرن. ديما نقولكم في الشربات كالسكر زوج كيسان ماء بعد الغليان 10 دقائق. نفس الطريقة، كالسكر زوج كيسان ماء نحطها فوق الفرن، جست بدا تغلي نحسب 10 دقائق نطفي عليها. الشربات تاعنا راهي طيب البنات. نروح للفواكه، نحكم ريسيبيون فيه الماء، ماء الحنفيه، ندير له عصره نصف ليمونه. فوالا، ما يخفلكمش بلي الليمون ماده حافظه طبيعيه، هي والملح ماده حافظه طبيعيه. حنقي الفواكه ونديرهم في الماء. كيما الرمان البنات ما نديروش ما نديرلوش هاد الطريقه. نحكم علبه، فوالا، ندير الرمان، كميه من الرمان في العلبه، المعقمه، ملعقه سيليكون ولا اي ملعقه. نخير الرمان اللي يكون الحبه كبيره. فوالا، انا عمرت العلبه البنات، نخبطها هكذا باش نحي هذوك الفراغات. فوالا، شوفوا الرمان كاش الحبات راهم يشدوا روحهم. هكذا نخليها بجانب حتى نكملوا الشربات. كذلك العنب بنفس الطريقه. الرمان هدايا حنديرو من بعد كوكتيل بنفس الطريقه البنات. العنب نفد علبه المعقمه، نحكم عنقود تاع العنب راهو مشل الملح، ندير الحبات الداخل. فوالا، هكذايا الحبه لازم تكون شاده روحها.
تقدروا اللون هذاك الاصفر الاخضر لكم الاختيار. اني نفرغ في العنب البنات هكذا ونحاول شغل نعبي هذوك الفراغات، نعمر هذوك الفراغات. عمرت العلبه في العنب البنات وما خليتش، حاولت ما نخليش الفراغات، نخليها بجانب. نروحوا للفواكه. فوالا نروح نقي البنات الفواكه اللي عندي، تفاح ولا اجاص ولا خوخ، لكم الاختيار واش تحبوا. عفوا نحكم التفاحه، شوفوا دو بريفيرونس انا ما نحيلهمش القشره الفوقانيه هكذا، شوفوا كيفاش نحي غير هذاك القلب هذاك فقط هكذا البنات، ونديرهم دي ترونش هكذايا ونحطهم في الماء والقرص الليمون اللي هو ماده حافظه. لاحظتوا حتى في الشربات درت الليمون كماده حافظه طبيعيه. نقي هكذا التفاح تاعي كما راكم تشوفوا، تحبوا نقوه لكم الاختيار، تحبوا تقطعوه دي 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 مخصو هكا دي 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 كاري هكذا لكم الاختيار. كذلك نزيد الاجاصه كذلك، شوفوا خير حاجه شابه. فوالا الاجاص كذلك ما حبيتش نقيه، فوالا نحي كو هذاك الفوقاني هذاك ونحطو، ومن بعدك تبان لي على حساب العلبه ديالي ولا تكفي ولا لا. لا شوفوا كيفاش نقيته بنفس الطريقه. نكمل نقي التفاح تاعي ونولي لكم البنات من الفواكه. شوفوا واش نحيت ابار البذور تاعو فقط، القشور خليتهم. نجي البنات هذوما شوفوا اللون تاعو ما تبدلش كامل لان فيه الليمون. نحكم العلبه ديالي وميم طو الشربات، من بعد الغليان 10 دقائق حنطفي عليها. نحكم العلب البنات، فوالا ندير الفواكه، حندير هنا في هاد العلبه الايجاس، نزيد نقسمهم. تحبوا ديروا دي مغصو هكذايا، دي مغصو صغار ديروهم، انا باش نزين بها الكيكات ولي تارتيلات. فوالا البنات شوفوا كاش عملتها، ونغسي هكذا وندير فراغات. شوفوا درت دي مغصو طوال و دي هادي تاني البنات حندير فيها التفاح. فوالا حتى نكمل الكميه. فوالا البنات انا عمرت التفاح، فوالا نوسي هكذايا باش نغلق كامل الفراغات. عندي الدجاج، عندي العنب، وعندي الرمان. فوالا هنايا حندير علبه صغيره، حندير لكم كوكتيل شغل تقدروا تنوعوا في الفواكه، شويه رمان وشويه تفاح قطعته ديدي، فوالا وحبات عنب، ولكم الاختيار. اي فاكهه تحبوا ديروها يعني تخرج لكم ما شاء الله. البنات شوفوا اني درت كوكتيل من الفواكه. دوكا واش نوصي البنات، الشربات اللي طابت لي تحبوا تخلوها سخونه تحبوا ديروها بارده لكم الاختيار. العلب الغطاء تاع العلب ما ديروش هكا باسكو معقم، خلوه هكايا. نحكم الشربات، شوفوا طابت لي راهي سخونه، فوالا اللون تاعها اصفر وهي سخونه. نفرغ هاد الشربات، سيروا هذا في الفواكه تاعنا. نحاول نبدا تاع الايجاس، شوفوا البنات حتى نغطي الايجاس، ضروري الايجاس يتغطى. ميم الشربات اللي داخل تقدروا تعطوها ان جول ولادكم للرضاع، فوالا تشربوا بها الكيكات. شوفوا البنات شحال كيفاش درت، فوالا مغطي كامل الاجاز، ضروري نغطيه مليح. هنا نغلق عليه باحكام، فوالا شوفوا البنات كيفاش عمرت العلبه. نقلب فوالا ونحطها اكوتي. نزيد كذلك العنب، الشربات راهي سخونه البنات، شوفوا الشربات اي تدخل بين الفراغات يعني يتغطى كل شيء. فوالا شوفوا العنب
عمرت القارورة كامل. نغلق كذلك ماشي تاعها، نغلق باحكام، نقلب. فوالا شوفوا كيش جات العلبه الثانيه بنفس الطريقه. الرمان والتفاح، هذا التفاح فوالا، الرمان والتفاح والكوكتيل نعمرهم كامل بالشربات ونولي لكم. اي فوالا البنات، اني عمرت الفواكه اللي تخزينها. شوفوا البنات، الاجاز، التفاح، العنب، الرمان والكوكتيل، الفواكه بالشربات. دوكا واش نغسلوا واحد لاستيس الاخيره، بزاف ما يعرفوهاش. فوالا دوكا واش نغسلوا، حنغسلوا الضغط للعلب، نخرجوا لهم كامل الهواء هذاك باش الفواكه تاعنا ما يفسدش. تحكم البنات تكون عندنا طنيجه ولا كاسرونه كبيره، تكون ثقيله. نحكم سريبتا هكا ولا طرشونه، كل واحد كيفاش يقولها. فوالا حنديرها داخل داخل الطنيجره. شوفوا البنات كيفاش حنديرها. فوالا نسويها مليح، نرفد العلب تاعي نديرهم لداخل العلب، نوقفهم لداخل. ان شاء الله تجيني نجرة. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، هذه المرحلة ضرورية وبزاف ناس يخافوها. شوفوا هكا نوقفهم مليح. دوكا واش ندير، نجيب ماء الحنفية كمية واحد هذا الطنجرة، ندير أربعة لهنايا شوية لتحت لفت طريشنا هذيك تتغطى وفقط. فوالا ماء الحنفية عادي البنات. فوالا شوفوا شحال لمن درت الماء حتى لهنايا، هكذا مباشره الى الفرن. هذه هي الطريقه الصحيحه للاحتفاظ بالفواكه لمده عام كامل. باغ اكزومبل تاع فصل الصيف راح تحتفظوا بها، في الشتاء نخدموا بها. قلت لكم الحلويات، الكيكات، لي كومبوت، لي بيبي صحيه بدون مواد حافظه. هكذا البنات نديها فوق الفرن وهي نار قليله. فوالا انا درتهم فوق النار، النار قليله، جوست يبداو يغليو البنات، نحسب اربع دقائق وفقط. شوفوا هنايا اكو تحس اكو، اسمعوا البنات، هاد الفراغ، هاد الفراغ في العلب. فوالا هذا يخلي الفواكه اللي نخزنوها ونحتفظوا بها تفسد لنا، تدخل يكون فيها الهواء. اذا بهاد طريقه الضغط، هذه هي تقول طريقه ضغط العلب بهذه. ومن بعد هذيك عن تجربه، ما تسمعوش هاد الطقطقه هذه تاع العلب، وما تخافوش ما يترتقلكمش لانه درت منشفه لتحت شغل طريشنا هكذا، ما تخافوهاش. هذه هي الطريقه الصحيحه لتخزين الفواكه لمده عام بدون مواد حافظه. درنا ابار الليمون ماده حافظه طبيعيه. اسمعوا البنات، اكدوا لي على هذه، هذه اللي حبيت نوريها لكم. فوالا نخليه يغلي، من بعد الغليان اربع دقائق نطفو. فوالا البنات دوك نشوفوا الضغط كيفاش. شوفوا البنات ما كاش حتى الصوت هنا بالرغم اني نضغط. فوالا هنا كذلك، شوفوا هنا كذلك تخبطت مع خدها هادية كذلك. شوفوا الضغط كان بزاف، شوفوا ما كاش الضغط. هنا نعرف بلي عملية الضغط ناجحة 100%. نطفي على الفرن. شوفوا راهو الماء راهو يغلي كيما راكو تشوفوا، نطفي على الفرن في هاد المرحلة. فوالا البنات تمت عملية الضغط. شوفوا البنات كاش راني نضغط، ما كاش كامل هذاك الصوت. فوالا هكذايا واش نواسي البنات. نحكم طريشنا، نحكم سليلة هكذايا، أي نوع تاع سليلة، نحط طريشنا لداخل البنات، ونرفد بالعلبة راهي سخونة. فوالا نشفها. شوفوا البنات نقلب هكذايا، ونعاود نكرر العمليه واحد اربع او خمس مرات. فوالا ونحطها. ملاحظه البنات، هاد الاحتفاظ بالفواكه خارج الثلاجه، يعني تحطيه المهم في مكان بارد. فوالا المهم في مكان بارد، ما توصلوش درجه الحراره بزاف. فوالا شوفوا الرمان كذلك، شوفوا العلب ما ترتقلناش، بانت لي هاد السليله كبيره، حنبدلها. فوالا ندير فيها هذه صغيره ونولي لكم.
فوالا قلت لكم هاد السله صغيره هكذا البنات، شوفوا المنشفه من حرقت لي ما والو، دوك نعصرها نغسلها عادي. الوغ البنات هذه هي الطريقه الصحيحه للاحتفاظ او تخزين الفواكه لمده عام بدون مواد حافظه الا الماده الحافظه الطبيعيه وهي الليمون. نعاود ونقول ليس في الثلاجه، تقدروا تحتفظوا به خارج الثلاجه لكن مكان تكون فيه تهويه ويكون بارد. مدة الاحتفاظ عام كامل. واش نواسو به؟ نواسو لي كومبوت اللي بيبي تاعنا، نواسو الحشو الفوراج للكيكات، لا ديكوراسيون لي تارتيلات. قلت لكم جميع انواع الفواكه واسو بهذه الطريقه ابار الموز والدلاع والبطيخ. فوالا هذه هي الطريقه الصحيحه. اليوم نخليهم هكذا، غدوه نبيتهم هكذا. لا اكدوا لي على هذه المعلومه، اليوم حنخليهم هكذا وغدوه ان شاء الله نبيتهم هكذا، ومن بعد نخليهم على طبيعتهم في البلاكار ولا في بلاصه. يعني شوفوا هذا الاجاس البنات، فوالا هذا العنب، هذا الرمان، وهذا كوكتيل الفواكه. يعني فواكه يعني بزاف بنينه تشد لكم لمده عام. البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه وبكم استمر. علاش درنا في هذه السليله؟ حفاظا على العلب، ماشي نحطوهم في البلاكار ولا في كاش بلاصه نجو حنجبدوا ولا ولادنا يجبدوا عفسه ولا هكذايا يطيحوا يتكسروا. ارفدي العلبه كامله وحطيها في البلاكار تاعك ولا تحت البلاكار تحت بوطاجي، لكم الاختيار. ان شاء الله تستفادوا هاد التدبيرة. كومبوت طبيعي بلا 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 ما يروحوا كامل الفيتامينات، يقعدوا كلش الداخل طبيعي في طبيعي. ان شاء الله استفدتم من هاد التدبيرة، جربوها البنات واعطوني دعاوي الخير. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.